السلام عليكم ورحمة الله. زمان قبل الأكل يسمون، الآن قبل الأكل يصورون ويقولون ما في بركة. العالم كله يشوفك، شاف أكلك ما تدري من عينه نفسه طيبة عليك ومن نفسه ما هي طيبة. راحت البركة بسبب التصوير، أبدلناها بالتسمية بالبسملة. لما تتابع بعض الأشخاص في السناب تشوف أغلب حياتهم مقهى، مطعم، سفر، حفلة، يجيك انطباع إلى أنه هذه هي الحياة، وهذا هامش الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالدليل، أتكلم نبي ونبيك، يقول فوالله ما الفقر أخشى عليكم. يقول أهل العلم هذه من الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها بالقسم بالحلف قبل الموضوع نفسه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط الدنيا لكم كما بسطت على الذين من قبلكم. طيب وإذا بسطت علينا زي الذين قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها. وبعد ما يتنافسها زي ما تنافسوها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أسمعوا، فتهلككم كما أهلكتهم. أسأل الله أن لا يجعلنا عبرة للأمم وأن لا يفاجئنا بالنقم، لأنه هذا استدراج بالنعم. كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآن نقلب الجوالات قياما وقعودا وعلى جنوبنا. أسأل الله العظيم أن يردنا إليه ردا جميلا.